اشتريت هاي السيارة قبل حوالي سنة، كان الهدف تسجيل مجموعة حلقات عن كيفية البناية وإجراء الصيانة البسيطة للسيارة. خلال الفترة الماضية أتاح لي وقتي أني أبدل زيت المحرك، وسائل نظام الكبح، وسائل التبريد، وشمعات الاحتراق، وأصلح تسريب المي لداخل المقصورة، وأبدل مروحة نظام التكييف، وأبدل عمود الحركة وأصلحه، وأبدل المكابح وغيرها. السيارة اللي استخدمناها في سلسلة الحلقات فهي BMW E30 باور للعام 86، يعني هي جيل الثاني من الفئة الثالثة بشكل مكشوف، انتجتها شركة باور قبل ما تبلش BMW انها تنتج سياراتها الخاصة المكشوفة. بس هلا وصلت لمرحلة فقدت فيها رغبتي بالعمل على السيارة بصراحة، فهي بشكل الحالي جيدة بس وقتي ما عم يسمح لي اني استعملها فعليا. يعني السنة الماضية كلها خلال اقتنائي للسيارة استعملتها 4 مرات، وبهيك وصلت لقناعة انه هذه السيارة ما بتناسبني تماما، وقررت ابدأ مشروع جديد ما بعرف ايش هو، بس ممكن نلاقي فيه اشياء جديدة او تحديات جديدة ممكن نتعامل معها، وبنفس الوقت ممكن انه الاقي سيارة بتناسبني وبحب استخدمها بشكل يومي. بس قبل ما ننهي المشروع حابب افرجيكم ايش ممكن تصير هاي السيارة فعليا لو في واحد حابب يعدلها ويظبطها ويرفع قدرتها، لوين الناس بتقدر توصل بهاي السيارات. عندي صديق مقيم في نفس المدينة عنده سيارة مشابهة لهذه السيارة، ولا راح نروح نشوف. هلا شو قصة هاي السيارة؟ هذه السيارة أنا اشتريتها ب 2015. اوكي. اشتريتها ب 2015 وقلت بدي سيارة كلاسيك، وما كانش عندي خطة معينة شو بدي أسوي فيها. كان بدك تشتري هاي السيارة بالتحديد هذا الطراز ولا لا. أي سيارة كلاسيك؟ لا لا، الإيسيارتي. بالضبط، لانه هذا كان هاي كانت سياره حلوه مره، فاشتريتها كانت سياره ستوك ما كانش فيها اي شيء. اوكي، جبتها على البيت سوقتها، اكتشفت انه السياره ما فيهاش حيل. قررت قد ايش هي السياره؟ 89 320 89 وما فيها حيل. ما فيها باور. اوكي، قررت اني اغير الماتور. ما كانش فيه برضه خطه معينه شو الماتور اللي بدي اركبه. سويت الريسيرش تبعي ونزلت الخيارات تبعتي الى ماتورين، يا ماتور E46 M3 يا ماتور M54 من ال 330 سيريز. اوكي، برضه E46. قررت اني اخذ ال 330 سي اي لسببين. السبب الاول انه ارخص، السبب الثاني انه انا اشتريت 3 سيريز ما اشتريت ام 3، فاهمه؟ لو بدي اركب موتور ام 3 كان رحت اشتريت سياره ام 3. طيب، بس انا ما بدي اركب، ما بدي ام 3 وبدي اكون غير، فاخترت ال 330 سي اي. طب 330 سي اي اخذ الموتور تبع هاي اللي هو ستريت 6 3 متر. مظبوط. الجير بوكس ماركب. ماركب اكيد ماركب. ف جبنا جير بوكس من الاي 36 جيت راج 250. اوكي، وركبناه عليه. بعديها اكتشفنا انه لازم نغير الديفرنشال، لانه الديفرنشال كان صغير بالنسبه ل صغير. نعم،
وما كانش ليميتد سلب ديفرنشال فغيرنا الديفرنشال. قلت لي اللي اول ما غيرت الموتور والجير بوكس بطلت السياره تقريبا تمشي بالزبط. يعني في عندك سبين طول الوقت بالضبط. الجير الاول كان على الفاضي فلازم اشغل السياره وتبدا اسوق لازم اركب جير ثاني واطلع على الفاضي. يعني ايش؟ ما بيمشي ما بيمشي السياره بدلها بس تفرق تفرق ما بتتحرك. طيب فغير رحت جبت ديفرنشال من اي 28 من 5 سيريز وركبناه. طبعا الريشيو كان حبيته 3.25 وحللنا هاي المشكله. طبعا لانه ليميتد سيب ديفرنشال عطى السياره صار ممكن تسوق بالضبط. طيب بين جير بوكس والديفرنشال طبعا في الدرايف شافت، الدرايف شافت لازم نسوي له كاستمايز فجبنا درايف شافت من E36 وبرضه قصنا وسوينا له فابريكيشن عشان يركب. يعني فعليا هذا السياره مكونه من اربع سيارات بالضبط لانه في عندك الموتور جاي من سياره، الجير بوكس من سياره، ديفرنشال من سياره بالضبط كلها. طيب من برا ايش سويت؟ طبعا هلا اول ما زبطنا الانجن تبع السياره السياره بكل شكل ف جبنا البادي كيت الامتك 2 وجبناه من لافيا واخذناها على ورشه. ليش من لافيا؟ لانه كان هو المتوفر لانه في استراليا ما في كثير قطع على W30 فانت جبته جديد بالضبط بس معمول زي الانتيك بالضبط. فجبنا البادي كيت واخذ السياره على الدهان ودهناها. طبعا اللون اللي دهناه فيه حاولت احافظ على اللي اتمسح له فطلع معنا اللون الفراري داري 360 روسو كورسا. ما اخذ لون البي ام دبليو الاحمر؟ لا قصدي لانه بدي لون شوي افتح ومبين حروف السياره ومبين الكلاسيك تبع البوكس لوك او كيف عليك. فاخترت هذا اللون والحمد لله طلع. انا لاحظت كمان زي ما بدي لاحظت كمان الكروم اللي هون غيره كله اسود بالضبط. حواف في السياره كلها اسود بالضبط. كل حاولنا نخلي تو ثيمز اللون الاحمر واللون الاسود. طيب واي الاي سي شنايزر؟ لا هذه باج ما لهاش خاص. باج ما لهاش خاص. الضواو مغيرهم كمان انت ومعتمهم بالضبط. جبنا الضواو وجبناهم من هولندا. اوكي. اللي معتم شوي. يا اخي لقيت صعوبه انك تجيب كل هاي القطع من هون ومن هون ومن هون. الصعوبه كانت في التكلفه. تكلفه النقل. طب من وين جبتها؟ كلها موجوده. يعني عملت سيرش وين دورت؟ بدك تدور على جوجل. بدك تدور على جوجل. اشتريتهم ايفنشلي من كل شيء اشتريته من اي باي ولا مواقع ثانيه؟ في مواقع في عندك شلبن في عندك اي باي في عندك من الوكاله مواقع مختلفه. طبعا دهنت السياره وكل شيء طلع زي ما بدي. طبعا غيرت الاجار الاجار اللي جبته من سات عليهم من امريكا 9 انش عشان الهاندل زي البي دي اس بالضبط عشان الهاندل وخلينا التايرز يكونوا شوي ستريتش عشان ما يحطوش بالجارد. اوكي طبعا غيرنا السسبنشن ركبنا سسبنشن ادجستبل البي سي ريسنج. ليش ادجستبل؟ عشان اتحكم بالهذا بعلو السياره وتكون عاليه وواطيه. طب فعليا عدلتهم من لما شفتها؟ لا يعني انا اخترت بالضبط الطول اللي بدي اياه. صعب انك تعدله؟ قديش بيحتاج وقت انك تعدله؟ مش اكثر من 20 دقيقه. اكثر من 20 دقيقه. يعني ما كنتش متاكد قديش الارتفاع اللي المفروض اسويه بالضبط لانه الاويل بان الموجود على السياره ماخوذ برضه من اي 28. اوكي عشان برضه بس انت قلت انه الانجن اي 46 يس بس الاويل بان ما قدرناش ناخذ الاويل بان تبع اي 46 فاضطرنا ناخذ واحد من اي 28 عشان الكليرنس وعشان الوسع. اوكي
يعني هيك انت اضطريت تعدل الموتور والجير بوكس وكل التفاصيل. طب على الموتور نفسه عدلوا شيء؟ الموتور ما فتح بس اتاكدنا انه كل شيء فيه كويس. السيل نظفنا، ما في كراكس، ما في كراكس، ما في اي مشكلة. بس ما عملت له اوفر، بس ما سويت له، ما سويت له. غيرت مثلا جلود الصبابات، ما غير الرينز، ما غير اي حاجه. تاكدنا انه الموتور فريش وكويس وعلى هذا الاساس اشترينا. طيب الكمبيوتر اضطريت تغيره؟ طبعا طبعا طبعا. اخذنا الكمبيوتر تبع الاي 46 انا والان اس 43، واضطرينا نعدل عليه، نسوي ديليت لبعض الاوبشنز الموجوده عشان السياره تشتغل، لانه في اكسسوارز موجوده بالاي 46 مش موجوده بالاي 30، فاضطرينا نسوي ديليت لبعض الكومنتس، اضطرينا نسوي كاستمايز، اضطرينا نسوي تونينج عشان السياره تمشي بالطريقه اللي لازم تمشي. طيب اخر شيء هلا من ناحيه التكلفه، التكلفه الاجماليه كنت تحكي قديش كلفتك السيارة؟ قبل ما نحكي عن التكلفة، بعد ما خدت السيارة ما كنتش مقتنع ب 230 حصان، مع انه هي خفيفة، مع انه خفيفة السيارة وزنها 1250، بس كنت حابب اوصل لحد معين وبس. اوكي، فاشترينا سوبر تشارجر، وصلنا عليه من امريكا، انا وهو فورتيك في 3، ركبناه طبعا، سوينا له فابريكيشن عشان الرايبس وعشان عشان يوسع. اوكي، وركبناه كل شيء تمام. طب قد ايش صار تطلع بعد؟ قدرنا نحصل 330. طيب هلا بعد ما جبت السياره وعدلتها حسيت حالك انك اكتفيت؟ لا، هذا سؤال غريب شوي، لانه اذا بتحب السيارات ما حتكتفي يعني. طيب شو سويت؟ طبعا اشترينا سياره ثانيه. أوكي. بس هاي المرة أنا ما عدلتها بصراحة. بدون تعديل. بدون تعديل، هي جات معدلة وخالصة يعني. أوكي. هذه السيارة. طبعاً هاي هي. طيب هلا من ناحية التكلفة، هاي أنت عندك لامبورغيني جاياردو و بي إم دبليو إي 30. الجاياردو كثير أغلى بالتأكيد. أكيد. طيب أنا بالنسبة إلي لو بدي أختار سيارة، بختار الإيثيري كل مرة. مظبوط. لأنه شكلها برأيي أحلى من الجاياردو. مظبوط. طيب بالنسبة لك أنت كيف؟ بالنسبة لي لو خيروك بين سيارتين، هاي عندك سيارتين وقالوا لك بدك تروح واحدة منهم، أنا واحدة خلي الإيثيري. خلي الإيثيري. خلي الإيثيري، لأنه أنا اللي سويته، لأنه أنا اللي سويته، هذا هو السبب. حلو. على هيك بنكون شفنا مدى التعب والجهد اللي حطه عبد الله في سيارته مشان يسويها، وبالاخير ظل يقدرها اكثر من سياره اغلى منها بكثير. انا بالنسبه الي حبيت الاي 30 باور، عجبتني، ولكن فعليا مش هي الحلم تبعي. هذا الاشي فهمته بعد ما اقتنيت السياره لفتره. صحيح اشتغلت عليها، ولكن ما حطيت الجهد المطلوب مشان أسويها بالشكل الأفضل. أنا صراحة كنت أحلم بإي 30 تورينج أو ستيشن واجن، بس هذا اللي كان متوفر قدامي فاشتريتها. وبعد فترة فهمت إنه حتى لو استمريت بالشغل ما رح أستفيد أو ما رح تشفي رغباتي. على كل حال أنا رح أبيع السيارة هاي، ورح نبدأ إن شاء الله، ما بعرف إيه بالضبط، بس إن شاء الله رح نبدأ مشروع ثاني قريبا. مع السلامة.